بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في محاضرة جديدة بعنوان الريكيتسيا. في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل حنعرف الريكيتسيا، حنعرف الجنرال فيتشرز للريكيتسيا والمورفولوجي والكالشر والباثوجينيسيس واللاب دياغنوسيس والتريتمنت أند البريفنشن. أول شيء نبدأ بالجنرال فيتشرز. أول صفة للريكيتسيا إنها small size. الصفة الثانية للريكيتسيا إنها obligate intracellular، وبالتالي يتكون موجودة في السيتوبلازم أو حتى في النيوكليس. الصفة الثالثة للريكيتسيا إنها grow in yolk sac of chick embryo or tissue culture، وهذه زي ما قلنا هي صفة الفيروسس، لكن في الحقيقة هي بكتيريا. ليش بكتيريا؟ لأنها معها DNA ومعها RNA. الأمر الآخر هي multiply by البنريفيشنز، كمان تنقسم بالانقسام البنريفيشنز، وبالتالي هي بكتيريا. الصفة الثالثة إنها معها سيل وول شبيه بالجرام نيجاتيف سيل وول. الصفة الرابعة إن معها ريبوسوم، والريبوسوم بتصنع البروتينات الخاصة بها. الصفة الخامسة إنها ميتابوليك، معها ميتابوليك أكتيف إنزيم. الصفة السادسة كمان سنسيتيف للأنتيبايوتكس، إذا بكتيريا. طيب السؤال، أكيد إحنا اتفقنا ليش أوبليجيت إنتراسيلولر؟ لأنها ما بتقدرش تصنع أي تي بي، إذا مثلها مثل الكلاميديا. طيب السؤال اللي حينطرح، إيش الفرق بينها وبين الكلاميديا؟ نفس صفات الكلاميديا تماما. الفرق هو الآتي، إنها ذي ترانسميتد باي الإريثروبود فيكتورز زي التكس زي اللايز زي المايت زي الفليز، سواء بالبايت أو بالفيسس. إذا هذه النقطة الأساسية، إنه انتقالها هنا كانت بالكلاميديا سيكشولي، هنا تنتقل إنها عبر الإريثروبود، وبالتالي هذا الفرق الأول. النقطة الثانية، هذه هي أوبليجيت إنتراسيلولر. تخيلوا الإريثروبود دي بتحافظ على وجود الريكيتسيا في الكون هذا. بمعنى آخر، لو ما وجدتش الإريثروبود دي ما كانش في حاجة اسمها ريكيتسيا موجودة. ليش؟ لأنه دي أوبليجيت إنتراسيلولر، لو خرجت المفروض تموت، لكن دي معاها الإريثروبود بتكون موجودة فيها، وبالتالي بتحافظ على وجود الريكيتسيا. إذا وجود الإريثروبود بيخلي الريكيتسيا دي موجودة. الصفة التاسعة وهي صفة مهمة، كل الريكيتسيا اللي حنتكلم عليها بتعمل ديزيز شهير اسمه فاسكولايتس، إنه بيحصل انفكشن أو بيحصل انفلاميشن للإندوثيليال سيل البلاد فيزلز. كيف بيحصل الموضوع؟ إنه بيحصل انتري للبكتيريا زي ما حنعرف، وحتوصل للدم وحنقول عليها بكتيريميا. البكتيريا دي بتأتاك الاندوثيليال سيل البلاد فيزلز، حتعمل فاسكولايتس، وبالتالي حيحصل راش والإديمة وهيموريج. طيب تعالوا نشوف الكلاسيفيكيشن للريكيتسيا. الريكيتسيا في الحقيقة في ريكيتسيسي اللي هي العائلة الكبيرة، فيها ريكيتسيا وفيها الأورينتا. الفرق بين الريكيتسيا والأورينتا هم نفس بعض، لكن الفرق بينهم انه في different في السيكونس لل 16S ribosomal RNA. فالسيكونس حق ال 16S ribosomal RNA يفرق بين الريكيتسيا والأورينتا. طيب الريكيتسيا والأورينتا بيعملوا typhus group، بينما الريكيتسيا ممكن تعمل حاجة بنسميها ال spotted fever group. تعالوا نشوف الآن typhus group. التايفس جروب ذا ممكن يكون في بتعمل ايبيديميك تايفس او انديميك تايفس او اخيرا السكراب تايفس. طيب الايبيديميك تايفس ده بينتقل، او البكتيريا اللي بتسببه اسمها ريكيتسيا بروازاكي، وبينتقل بقضيه اللايس اللي هو القمل، وحنقول هذا مش القمل العادي، ده البادي لايس. الانديميك تايفس ده اللي بتعمله ريكيتسيا تايفي، وبينتقل عن طريق الفلي او البراغيث. السكراب تايفس بينتقل ببكتيريا اللي بنسميها اورينتا تسوتسو ماغوشي، والاسمها غريب. اذا هي السكراب تايفس بينتقل بالاورينتا تسوتسو جاموشي، هي بتعمل سكراب تايفس، وينتقل بالمايت. المايت اللي يسموه مش عارف بالعرب احنا يسموه الحلم، وهو صغير جدا ما يراش. اذا هذه التايفس جروب. بالنسبة للسبوتد فيفا جروب، في معنى ريكيتسيا ريكيتسي وفي معنى ريكيتسيا كورنياي، بينتقلوا دول بالتك، وفي معنى كمان ريكيتسيا أكاري بتنتقل بالمايت، وذول كلهم اللي بيعملوا بنسميها بالسبوتد فيفا جروب. طيب الكالتيفيشن دي أكيد لأنها أوبليجيت انتراسيلولر، فهي اليوكساك أوف إمبريونيتد إيج نزرعها، أو في التيشو كالشر، أو نزرعها في الجينابيج أور المايس.
طيب تعالوا الآن نأخذ نموذج اللي هو الإبديميك تايفس لكل الريكيتسيا. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقه. أولاً الإبديميك تايفس ده هو كوزد باي الريكيتسيا بروازاكي، وبيؤدي إلى ديزيز اسمه إبديميك تايفس. أول طريقة إنه ينتقل بالبادي لويس، وهنا نقطة مهمة، ما بعض الناس عندهم فكرة إنه ينتقل بالقمل اللي في الشعر، لا، في قمل خاص بالجسم يسموه البادي لويس. ايش اللي بيحصل؟ ما ينتقلش بالبايت لللويس، لا، ان اللويس دي او القمله دي بتضع البيض حقها في السكن، وبالتالي لما تضع البيض بتعمل اريتيشن فالانسان يحك، فلو ما يعمل يعني حكه بيعمل عمليه ابريجنز، وبالتالي بيدخل الاورجانيزم الى داخل الجسم عبر هذه اللي هو الحكه. هذه نقطة مهمة، فإذا فهي عملية كونتامينيشن للحكة لقضية الفيسس اللي خرج من اللويس اللي هو أساسا بيحمل الأورجانيزم اللي هو زي ما قلنا الريكيتسيا بروازاكي. النقطة المهمة ده إن المان هو الأولي ريزرفوار، وبالتالي هذا ما هوش زونوتك ديزيز خالص، لأنه ما فيش غير اللويس مع المان، اللويس ما معهاش أذر ريزرفوار، هو المان هو الريزرفوار الوحيد، وبالتالي نقول هذا نوت زونوتيك ديزيز. بعد كده حيروح ينتقل، الان حصل سكراتشنج او الرابرنج للفيسس، فحيروح الى البلد تقريبا 1 اسبوع، فحيروح طبعا في البلد هو اكيد اوبليجيت انترا سيلولر، فلا بد يدخل داخل الخليه، فحيدخل في الاندوثيليال سيل زي ما انتم شايفين اهو، دخل الان في الاندوثيليال سيل، فما حيدخل في الاندوثيليال سيل حيعمل انفلاميشن، ولما يعمل انفلاميشن يحدث فاسكولايتس، لما يحصل فاسكولايتس حيحصل دامج في البلد فيزلز، وبالتالي حيحصل سكن راش. طيب هذا اللي هنا الان مقدور عليه، ما في اي مشكله فيه. المشكله تكمن فين؟ المشكله تكمن انه لو حصل عمليه انه الفاسكولايتس في البرين او حصل في الهارت. طبعا في البرين ما ايش اللي حيحصل؟ حيحصل انكفالايتس وحيحصل كوما، وفي النهايه ممكن تؤدي الى ستوك. فدي الخطوره فيها، انه لو راحت لاي بلاد فيزلز رايح للبرين ممكن تؤدي، يحصل عمليه في النهايه يحصل انكفالايتس ويحصل كوما ويحصل كونفنشن ويحصل ستروك. طيب طبعا اكيد من المانيفستيشن حيكون فيها اكيد فيفر وراش وهيدك ومالايز. طيب في ديزيز ثاني هو تابع للابيديميك تايفس يسموه بريل زينسر ديزيز، او يسموه بريلز ديزيز. ايش هذا موضوع البريلز ديزيز؟ احنا بنتكلم على ابيديميك تايفس، انه في بعض الاشخاص يحصل له ريكفري، لكن لو ما يحصل له ريكفري ذا ما يحصلش كومبليت اريديكيتد للاورجانيزم، فيروح الاورجانيزم ذا ليتنت في الليمف نود، وتخيل ويظل في الليمف نود سنوات تصل الى 30 سنه 40 سنه حتى ممكن 50 سنه يظل ليتنت في الليمف نود. بعد هذه الفتره الطويله الليتنت في الليمف نود، لو حصل اكيد كل ما كبر الانسان كل ما الاميونيتي قلت، فلو ما تقل الاميونيتي حيحصل ري اكتيفيشن من الليمف نود لهذه البكتيريا اللي بنسميها ريكيتسيا بروازاكي، وهنا حيحصل ما نسميه بالبريلز زينسر ديزيز اور بريلز ديزيز، ما نسميهاش ابيديميك تايفس لانه هذا حصل ري اكتيفيشن من الليمف نود. طيب تعالوا نشوف الانديميك تايفس، هي نفس الباثوجينيسيس اللي قلناها في بالنسبه للابيديميكس لكلهم، بس تعالوا نشوف الانديميك تايفس المود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن للانديميك تايفس اولا كوزد باي ريكيتسيا تايفي، المانيفستيشن بتكون مايلد، وبتنتقل هنا عن طريق اللي هي البراغيث، الاورجانيزم الريكيتسيا تايفي موجوده في الرات، فتيجي البراغيث تروح تاخذه من الرات وتنقله للانسان، وحتحصل نفس المانيفستيشن للابيديميك تايفس لكنها مايلد. النقطة الثانية اللي هي روكي ماونتد سبوتد فيفر، سموها روكي ماونتد نسبة إلى الجبال اللي موجودة في أمريكا يسموها جبال الروكي. كيف المود اوف ترانسميشن لها؟ نفس الوضع، هي اللي بتنقلها بكتيريا اسمها ريكيتسيا ريكيتسي، وهنا بتنتقل عبر التك. الأورجانيزم اللي هو ريكيتسيا ريكيتسي يا يكون موجود في الرودنت يا يكون موجود في الدق. فموجود أكرمكم الله في الكلاب أو في الرودنت. فبالتالي التك يروح ياخذها من الكلاب او ياخذها من الرودنت ويروح يعمل بايت للهيومن، فبالتالي ينقل الانفكشن. طيب النقطه المهمه جدا في قضيه هنا التك، انه يحصل حاجه بنسميها مهمه نسميها الترانس اوفيريال ترانسميشن،
انه الفيميل من التك دي لو كانت مصابه حتنزل الاورجانيزم في البويضه بتاعها، وبالتالي لو ما تفقس البويضه وتتحول مره ثانيه الى فيميل حتصبح مصابه، فبالتالي كان الديزيز ده يورث للاجيال التك. ده بالنسبه للروكي ماونتد سبوتد فيفر. طبعا الروكي ماونتد سبوتد فيفر غالبا بيصيب الاطفال ويبدا مكيول وبعدين ينتقل الى حاجه بنسميها بيتيكيا، اللي هي بيتيكيا زي النمش ينتقل لكنه رد. فلما يبدا مكيول وينتقل الى بيتيكيا يبدا في الهاند وفي الفيت وبعدين ينتقل الى الترانك. طبعا هنا حقيقه هو المور سيريس زيه زي الابديميك تايفس، حيكون في ديلاريوم وفي كوما وفي ديسيمينيتد انترافاسكولار كوغوليشن وفيتال بالنسبه للروكي ماونتد سبوتد فيفر. طيب تعالوا نشوف السكراب تايفس كمود اوف ترانسميشن له. السكراب تايفس بتعمله البكتيريا اللي قلنا عليها اورينتا تسوغاموشي، وبينتقل عبر المايت. لو ما ينتقل عبر المايت ده بيحصل كمان حاجه بنسميها ترانس اوفيريان ترانسميشن، يعني الفيميل حق المايت نفس الوضع، لو ما تكون مصابه بتنزله في البويضه فبالتالي حتورثه من جيل الى جيل. ده بالنسبه لقضيه اللي هي المايت اللي بينقل بكتيريا اللي بنسميها الاورينتا تسوغاموشي، وبالتالي حتعمل نفس السكراب تايفس بنفس الميكانيزم او بنفس الباثوجينيسيس اللي قلناها في الابيديميك تايفس. طيب تعالوا نشوف لاب دايجنوستس بالنسبه للريكيستيا ديزيز ان جنرال. بالتاكيد هنا قضيه الدايركت سمير والكالتشر والايدنتيفيكيشن خلاص ما لهاش لازمه خالص، لانه الاورجانيزم هنا اوبليجيت انتراسيلولر، فبالتالي حنروح ناخذ سبيسمن اكيد، يا ناخذ بلاد يا ناخذ سكين بايوبسي من الراش في بدايه الراش. تعالوا نعمل على طول دايركت ديتكشن. لو ما نعمل دايركت ديتكشن مهم جدا الدايركت ديتكشن خاصه في الاكيوت ستيج في منتهى الاهميه. اذا اخذوا سكين بايوبسي من الراش يروحوا يعملوا ديتكشن بالاميون فلوريسنت. يعني الان اخذنا بايوبسي من الراش، فبالتالي اكيد لو كان مصاب بالريكيتسيا نروح نحط الانتي بوديز السبيسيفيك للريكيتسيا مربوط بالفلوريسنت، وحيعطينا عمليه الفلوريسنت وحتكون بوزيتيف تيست. النقطه الثانيه نعمل ديتكشن للانتيجين، للاسف للدي ان اي بتاع الريكيتسيا من البايوبسي بقضيه البي سي ار. النقطه الثانيه في اللاب دايجنوستيك نحن نعمل ايزوليشن، لكن هي ما هيش روتين تيست، لكن ممكن نعمل ايزوليشن لليوكساك للامبريتد ايج في تيشو كالشر في الجينابيج، نحقنه في جينابيج او مايز. لكن النقطه المهمه بالنسبه لنا هي السيرولوجيكال تيست. السيرولوجيكال تيست وانس ان احنا عملنا ديتكشن للاي جي ام او اي جي جي بالاليزا او بالاميون فلوريسنت تعتبر دايجنوستيك. كان في تيست قديم يسموه الويل فيليكس تيست، وهو عباره عن لاتي يروح يجيبوا البروتياس اللي هي الاوكس الاو اكس 19 واو اكس كي واو اكس 2. اكس معناها نون موتايل، طبعا سترينز من البروتياس نون موتايل. ايش اللي وجد الفكره حق هذا التيست؟ انه الانتي بوديز اللي تطلع للريكيتسيا نفسها الانتي بوديز اللي مع البروتياس، فبالتالي يروحوا يقولوا اذا نستفيد من هذا الموضوع فنروح نجيب البروتياس ونروح نجيب السيرم حق الانتي بوديز اللي بالمريض، فلو ارتبطت مع البروتياس ان هي نون موتايل معناه عنده ريكيتسيا، لكن هذا التست كان قديم بيستخدم. طيب عفوا الان تعالوا نعمل كونكلوجن. الان ابيديميك تايفس واندميك تايفس والسكراب تايفس والروكي ماونتد سبوتد فيفر ككوزيتيف ايجنت، هنا الريكيتسيا بروازاكي، هنا ريكيتسيا تايفي، هنا اللي هي الاورينتا تسوتسو جاموشي، وهنا ريكيتسيا ريكيتسي. الناقل هنا حيكون البادي لايس، وهنا حيكون الفليز اللي هي البراغيت، وهنا حيكون المايت، وهنا طبعا المايت لما نقول تي ما معناها انه حينتقل بالترانس اوفيريان ترانسميشن. هنا حيكون بالتيك بايت، وكمان حيكون بالتي ما معناها انه في ترانس اوفيريان ترانسميشن. هنا السيركل اللي حتنتقل من الهيومن الى اللويس او اللايس، اللويس طبعا كقمله، وبتتم السايكل، وبالتالي هنا ما في اي ريزرفوار انيمال ريزرفوار، وبالتالي نقول نون زونوتيك. لكن هنا حينتقل من الرات والفلي وحتتم السايكل، انه اساسا اللي هي ريكيتسيا تايفي موجوده في الرات، فبتجي الفلي اللي هي البراغيث تاخذها من الرات. هنا نفس الوضع حتاخذها من الرودنت، يعني ان المايت موجود في الرودنت وحياخذها، طبعا كما قلنا في الرودنت او في بالنسبه الاخيره الرودنت او في الدوك بالنسبه للتك. اذا هنا بالنسبه للروكي ماونتد سبوتد فيفر ان التك حياخذها من الرودنت او من الدوك، وبالتالي حيحصل عمليه ما نسميها بالسايكل. طيب كيف نعمل تريتمنت لها؟ بالتاكيد تتراسايكلين يعتبر دراج اوف تشويس، او كلورامفينيكول كسكند تشويس.
كيف نعمل بريفنشن لريكيتسيا ديزيز؟ انه للابيديميك تايفس اكيد لابد نقضي على عمليه القمل بشكل كبير، خاصه البادي هنا البادي لويس. النقطه الثانيه في الانديميك تايفس لابد ايضا في الابيديميك تايفس لابد ان احنا نعزز ثقافه البيرسونال هايجين. وللامانه هذه الديزيز يفترض احنا كمسلمين ان تكون غير موجوده عندنا، لانه ديننا اساسا دين نظافه، فبالتالي كلما كانت هناك في بيرسونال هايجين كلما كان هذه الديزيز غير موجوده. الانديميك تايفس بالتاكيد ان احنا نعمل كل اللي بتعمل قتل للبراغيث او ان احنا نخلص البراغيث نعملها تماما حيختفي هذا الديزيز. بالنسبه للسبوتد فيفر التك، اي امر بيحد من وجود التك وبالاضافه الى لبس الملابس اللي بنغطيها بحيث ان التك ما يعملش بايت، ده بيؤدي كمان الى البريفنشن. كنت معكم اليوم في موضوع الريكيتسيا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.